بقالي في المهنة ديت 10-12 سنة مثلا، بقى في الضرب الأحمر شغالين اهوت. الكنافة يعني زي ما انت فاهم ديت أساس رمضان، وهي رمضان يعني الناس بتبقى محتفلة برمضان من برمضان بس بالكنافة والقطايف والحاجات اللي زي كده. هي الناس كده كده في يعني في من بعض الناس عارف البلد كويس وهو متربى على البلد ديت ومتعود عليها ودي الحاجه الوحيده اللي بياكلها اصلا من ساعه ما اتولد اصلا، ايه الكنافه البلدي. والشعر الثانيه للناس اللي هي بقى ايه هتعملها صينيه، بتبقى احلى في الصينيه، بتبقى جميله برضو، بيتزا وفطير والكلام ده كله يعني.